تألم السوري فتفتح تركيا له الأبواب فيعالجه الفلسطيني. هذه هي الأمة وهذا هو قدرها، وستبقى الشعوب دائما وأبدا هي الملاذ الأخير لتخفيف الجراح. هذه القافلة دفء القلوب الرابعة هي إتمام لمئتين شاحنة تقريبا صارت واصلة في هذا الشتاء. أربع قوافل سابقة كل قافلة كانت بين 30 و40 شاحنة، واليوم 80 شاحنة الحمد لله. 80 شاحنة من المساعدات أتت من أين؟ أتت من بلاد الأقصى، أتت من فلسطين. 48 مدن وبلدات فلسطين 48 التي أثبتت للعالم أنها رغم المساحة الجغرافية الصغيرة والعدد الصغير لكنها كبيرة جدا في فعل الخير.